السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا بكم أبنائي في أول يوم دراسي بعد عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بإجازتكم وشحذتم الهمم للعودة للدراسة، وأول درس لنا سيكون بعنوان عالم الدمى. والدمى هي الألعاب التي على شكل إنسان أو حيوان، فمن منا لم يمتلك دمية ويفضلها على جميع ألعابه؟ فكروا وتذكروا، ما هي أفضل دمية لديكم ولماذا فضلتموها على غيرها من الدمى؟ أخبروني من خلال صورة أو تعليق، أو من خلال فيديو تستعرضون فيه دميتكم المفضلة وسبب تفضيلها، وهذا شيء اختياري لمن يرغب. مهمتي أولا أقرأ الفقرة قراءة جهرية معبرة، ثانيا أفسر المفردات الجديدة، ثالثا أوظف المفردات في جمل مفيدة من تعبيري. دعونا بداية نفسر المفردات. أولا العاج، لاحظوا التعريف من علامات الاسم، إذن هو اسم. تم حظر تجارة العاج لحماية الفيلة، ما مرادف العاج؟ أحسنت الإجابة يا بطل، العاج هو ناب الفيل. ثانيا البورسلين، لاحظوا أيضا بدأ بال، اتصلت ال، إذن هو اسم، أحسنتم. هذه المزهريات مصنوعة من البورسلين. ما هو البورسلين؟ أشكرك جزيلا، هو خزف صيني. ثالثا بيضاوي اسم، أهدتني أختي مرآة جميلة بيضاوية الشكل، ما معنى بيضاوية؟ أشكرك جزيلا، على شكل البيضة. رابعا متناقصة اسم، تتناقص مياه السدود خلال فصل الصيف، تتناقص هنا فعل، ما مرادفها؟ بارك الله فيك، تقل مياه السدود، تتناقص بمعنى تقل. من الذكي الذي سيضع كلمة تتناقص في جملة مفيدة من تعبيره؟ فكروا. أحسنت الإجابة، تتناقص نسبة الحوادث في بلادنا. خامسا الجص اسم، طلى جارنا جدران بيته بالجص، ما مرادف الجص؟ فكروا يا أبطال. بارك الله فيك، هي مادة طلاء صلبة. سادسا الزيزفون اسم، الزيزفون شجر جميل يزهر ولا يثمر، وهذه الجملة قد عرفت لنا الزيزفون وشرحت معناها، فهو من أنواع الأشجار المعمرة وله فوائد كثيرة للزكام للبشرة. ابحثوا عن الزيزفون وفوائدها، وحاولوا أن تخبروا أفراد أسرتكم بهذه الفوائد لتنالوا الأجر العظيم. سابعا عثرة، ما نوعها من حيث أقسام الكلام؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟
أشكركم هي فعل، فعل ماض. عثرت أختي على قط صغير الحجم، ما مرادف عثرت؟ أحسنت الإجابة، وجدت. ومن يضعها في جملة مفيدة من تعبيره؟ بارك الله فيك، عثرت على قلادتي المفقودة، أي وجدتها. ثامنا، المرمر، اسم زين أبي مطبخ بيتنا بالمرمر، ما مرادف المرمر؟ بارك الله فيك يا بطل، هو نوع من الرخام. درسنا اليوم يا أبنائي يتحدث عن عالم الدمى، تاريخه وأسراره. فالدمية هي لعبة مزينة على شكل إنسان أو حيوان، تصنع من مواد مختلفة، ويرجع العلماء أول دمية إلى الحضارة المصرية قبل 2000 سنة قبل الميلاد. عثروا أيضا على دمى في قبور الأطفال في اليونان وروما، كانت مصنوعة من الطين والرخام. ومن أشهر الدمى دمية باربي، وهي فكرة لسيدة أمريكية اسمها روث هاندريل، صنعتها لأجل ابنتها عام 1959. ودمية ماتريشيوكا، وهي دمية لسيدة بالزي الروسي التقليدي على شكل بيضاوي، يمكن فتحها وداخلها دمى أخرى بأحجام متناقصة، تصنع من خشب شجر الزيزفون. وكذلك دمية حجاربي، والتي سنتحدث عنها في الحصة القادمة إن شاء الله، ولكن بشكل بسيط سأخبركم أنها هي النسخة المسلمة والمحجبة لدمية باربي الأمريكية. وبإمكانكم يا أبنائي الاطلاع أكثر على درسنا، فقد قمت بإرسال الدرس كاملا عبر السيسو. عزيزي الطالب، استمع إلى قراءة المعلمة جيدا، ثم خذ وقتك في التدرب على القراءة، وأرسل تسجيلا بقراءتك المعبرة للمعلمة عبر السيسو. تاريخ الدمى، عرف الناس الدمى في كل الحضارات، وهي تعد أقدم لعبة للأطفال في التاريخ. ويمكن تعريف الدمية بأنها لعبة مزينة على شكل إنسان أو حيوان، تصنع من مواد مختلفة. فقديما صنع الناس الدمى من الطين والأخشاب والأحجار والعظام والأقمشة والعاج. أما في العصر الحديث فمعظم الدمى تصنع إما من البلاستيك أو من القماش. هيا بنا لنفسر المفردات ونستخرج المهارات. أولا، عرف، عرف الناس الدمى، عرف ما ضدها. فكروا، بارك الله فيك يا بطل، ضدها جهل. ومن يضع كلمة عرف في جملة من تعبيره؟ أحسنت الإجابة، بسبب الوباء عرف الإنسان نعما كثيرة. بارك الله فيك. الدمى، الدمى ما مرادفها؟ أحسنت يا بطل، هي لعبة مزينة على شكل إنسان أو حيوان. وما مفردها؟ بارك الله فيك، دمية. انظروا إلى كلمة الدمى، الألف هنا ما نوعها؟
أحسنت الإجابة، مقصورة، ومن يعرف السبب؟ جزاك الله خيرا، مقصورة لأنها أصلها يا، وعرفنا من المفرد دم يا يا دم يا، إذن الألف مقصورة لأنها منقلبة عن يا أو أصلها يا. الحضارات ما مفردها؟ أشكرك يا بطل، مفردها حضارة، وما هي الحضارة؟ بارك الله فيك، هي ازدهار ورقي الشعوب. أقدم ما ضدها؟ أحسنت الإجابة، ضدها أحدث. أحسنت يا بطل. وأيضا مختلفة ما ضدها؟ متشابهة، جزاك الله خيرا، متشابهة. الناس ما مفرد الناس؟ أحسنت يا بطل، الناس مفردها إنسان. الأقمشة ما مفردها؟ بارك الله فيك، مفردها القماش، وقد ذكرت في هذه الفقرة أيضا. العاج، من يتذكر ما مفردها؟ عاجة، أحسنت الإجابة، وما معناها؟ بارك الله فيك، هي ناب الفيل. من البطل الذي سيوظفها لنا في جملة من تعبيره؟ بارك الله فيك، يكثر العاج في إفريقيا حيث تكثر الفيلة، أي يكثر ناب الفيلة، لأن الفيلة موجودة بكثرة في إفريقيا. من الذكي الذي سيستخرج لنا حرف عطف؟ ابحثوا جيدا. جزاك الله خيرا، و ممتاز، أيضا ف، بارك الله فيكم، وأيضا أو، أحسنتم الإجابة. من يستخرج؟ جار ومجرور، أمعن النظر. بارك الله فيك يا ذكية، في التاريخ. من مواد؟ هنا حرف الجر والاسم الذي بعده اسم مجرور. ومن العبقري الذي سيستخرج لنا جملة فعلية؟ أحسنت الإجابة يا مجتهدة، عرف الناس الدمى، بارك الله فيكم، صنع الناس الدمى، كلها جمل فعلية. هل لنا أن نحدد أركانها سريعا؟ هيا بنا. عرف فعل ماضي، الناس، أحسنتم، فاعل الدمى. ماذا عرف الناس؟ الدمى، إذن مفعول به. جزاكم الله خيرا، أرجو اتباع تعليمات تسجيل القراءة وهي كالتالي: أولا، استمع إلى قراءة معلمتي جيدا. ثانيا، أتدرب لمدة 10 دقائق على القراءة. ومعايير القراءة هي قراءة جهرية معبرة ممثلة للمعنى، أقرأ مراعيا الحركات، ولا سيما ضبط أواخر الكلمات بحركاتها. أقرأ جملة جملة، لا كلمة كلمة، ثم أسجل صوتي بصوت واضح وجميل ومعبر.